أنا طالبة في أوكرانيا سنة ثالثة صيدلة. هذه حالتنا النهار كامل كنتسناو باش يدخلوا من الحدود ديال بولندا، والو ما كاين والو، كيدخلوا غير الأوكرانيين وكاع لي زيترونجي كيرجعوهم. طلبة خصومي غداو التراب الأوكراني، راه الحالة غير آمنة، الحالة هستيرية 40 من عسناشي. عيت نقول صحابي الله يلاه معانا يلاه نهودو، راه أول حاجة هي الأمان. كان كيقول لك عندي حوايجي عندك، عيت كنقول لهم شوفوا الحوايج كلشي كيتعوض، الله عطانا روح وحدة يعني خصنا نحافظوا عليها. واحد اللحظة كنشوف الحدود الجوية تغلقت، الناس بداو كيهربوا، حالة الطوارئ. حنا هذا كتشوف لك القصف، كتعيط للطلبة تقول لك ما كاينش، هما باغيين يخرجوا ما عندهمش كيفاش يخرجوا. ما كنهضروش على واحد جوج ثلاثة أربعة عشرة، وكاين اللي ندموا حيتاش ما خرجوش، كاين اللي رجعوا ندموا، وكاين اللي ما كانش عنده الإمكانيات باش يخرج أصلا. باش نهضر البارح التجنيد راه السلاح كتاخذوا فحال البطاطا. طالبات البارح كيتواصلوا معايا ديك الستة العشية كيقولوا لي راه وصلنا للحدود عند البوليس ديال الجامع، البوليس ديال الحدود ديال بولندا، باسبور مغربي رجع تندخلوا الاوكران. البرد والخوف، وعاد الاوكرانيين كيشوفوهم مع كاين اللي لابسين لي فولار كيبقاو يدفعوا فيهم كيقولوا سيروا بحالكم، علاش ما جينا هنا يعني؟ الا كيبكيو زعما راه داكشي كيقطع القلب. كاش يوصل الطالب للحدود راه يقدر يموت في الطريق. بزاف كاين اللي تيقو، كاين اللي ما تيقوش، كاين اللي يوجدوا الحوايج انه يمشي، وكاين اللي قال لك هادشي اعلاميا امريكا يعني كتلعب في المجال الاعلامي. السفارة ديال المملكة المتحدة قالت ان السكان ديالها يخلو الارجاء ديال اوكرانيا في 24 ساعة، يعني الامر زاد. حنا وقعنا هلع يعني كطالبة، مواجهة السفارة ديال اسرائيل، مواجهة السفارة امريكا قالت لهم خليو المجال الارض الاوكرانية. واحد لحظة كنشوفو حنا الفلاقات ديال روسيا كيزولو من القنصليات، ناس كيركبو كيمشيو. حنا حتى حنا تخلعنا، خرجت السفارة المغربية يعني قرار من وزارة الخارجية المغربية كتقولنا أن طلبة خصومي غداو التراب الأوكراني، راه الحالة غير آمنة. أنا بدوري كطالب يعني خفت على راسي وحاولت أن ميخرج القرار نحاول نقطع البيي. في الصباح كنت كنشوف هكا في البيي كان 85 أورو، حتى في العشية ولا 140، قطعته ب 160. هذا غير من أوكرانيا لتركيا. ملي وصلت من تركيا باش نقطع البيي كان عامل البيي ديك 120، قطعته ب 260 ديال الأورو. واحد الخوف يعني الحالة هستيرية 40 من عسناشي، حيت الشرامي كتسمع ان الشيء حواشيك راه ما كتقدرش حتى الماكله، ما كتبقاش عندك الشهيه بزاف الحوايج. عيت نقول صحابي الله يلاه معانا يلاه نهودو، راه اول حاجه هي الامان. كان كيقول لك عندي حوايجي عندك، عيت كنقول لهم شوفوا الحوايج كلشي كيتعوض، الله عطانا روح وحده يعني خصنا نحافظوا عليها. هوت وصلت من تركيا، بدات ديك النهار اللي كنا في تركيا كنا عملنا واحد البث مباشر مع سيوس في الهيسي، داز داكشي في البث مباشر. الخطوط الملكيه المغربيه عملت رحله جويه مباشره، وقعوا التسهيلات من الناحيه ديال الناس اللي ما عندهمش لا فاكسيناسيون، دازوا بلا فاكسيناسيون غير بالبي سي ار. من ولكن جوج ديال الشركات غير الخطوط العربيه والخطوط الملكيه المغربيه، حيت هما اللي عندهم علاقه مع المغرب. وفي نفس الوقت الناس اللي مشاو قطعوا عبر تركيش ايرلاين داكشي راه بقاو حليم، ما خلاوش يدوزوا بلا فاكسيناسيون. كاين شي طلبه وصلوا لتركيا كانوا معايا كيقول لك وانت راه كتخمط، ما كاين لا حرب لا ولا داكشي اعلامي، ورجعوا لاوكرانيا. يعني القضيه هذه انا بقيت كنغوت عليهم وداكشي، ولكن ما فين كنقولوا بالدارجه ديالنا كطبل في الهوته، يعني راه انت ما حتى واحد ما كيديها فيك. واحد اللحظه كنشوف الحدود الجويه تغلقت، الناس بداو كيهربوا، حاله الطوارئ. حنا هذا كتشوف لك القصف، كتعيط للطلبه تقول لك ما كاينش، هما باغيين يخرجوا ما عندهمش كيفاش يخرجوا. ما كنهضروش على واحد جوج ثلاثه اربعه عشره، كنهضروا على 8000 8000 طالب. كاين انا كنقول لك 14000 اللي ما مسجلينش، يعني 8000 مسجلين عم تسجل القنصليه، 14000 يعني اللي كاينين. الطائرات اللي هودوا للمغرب انتم شفتوا الطائره الاولى جات طنجه في ابن بطوطه هودوا فيها 99 طالب، يعني شحال نقولوا شحال 4 طائرات شحال يكونوا هودوا 400 نقولوا حنا 1000، يعني شحال باقي تمايا، يعني باقي 13000 طالب. انا تقديرا ما نقولكش الارقام شي حتى ما عنديش احصائيات رسميه، ولكن هادشي اللي كاين.
دابا الخارجيه المغربيه اليوم حنا ما استرعشين البارح الخارجيه المغربيه والسفاره قالت ان الطلبه اللي باغين اللي بقاو في اوكرانيا يلجؤوا في الدار ديالهم يتخبوا يعملوا ديك الاحترازات ديالهم اللي طلبتهم منهم الاوكرانيا. البارح راه التجنيد راه السلاح كتاخذوا بحال البطاطا، كاينه جواسيس بزاف 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 كيحطوا تليفونات كيحطوا لعاب كيحطوا الضوء باش ديك الرادارات ديال القصف باش يقصفوا يعرفوا فين يقصفوا. يعني الحاله الهلع البارح تواصلوا معايا واحد الطالبات جاو من دنيبرو باش نهضروا على دنيبرو بحال اللي كنقول لك ما تجين من الداخله هو دين طنجه، يعني جاو من واحد مدينه بعيده باش هاودوا مشاو لجهه الفوف الحدود في 11 النهار. 11 النهار كيقولوا احنا وصلنا للحدود، البلاغ ديال الوزاره الخارجيه وصل، بقاو هما في الحدود حتى هما خايفين خصهم يمشيو مورا بقى شويه ويخرج البلاغ الوزاري التتمه ديال البلاغ الاول. البلاغ الثاني كيقول ان الطلبه المغاربه يدخلوا على بولندا رومانيا هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا، هادو الحدود المجاوره لاوكرانيا. انا تواصلوا معايا قلت لهم صافي شدوا الصف، حتى انا كطالب يعني كطالب كنعمل محاولات كنتواصل مع هذا كنشوف احنا خوتنا تمايا احنا بحال عائله طلبة انتنا كتعرف. انا دابا حاليا واجلس معاك جسدا اما قلبا وقالبا وروحا وكل شيء في اوكرانيا. راه طالبات البارح كيتواصلوا معايا ديك 6 العشيه كيقولوا لي راه وصلنا للحدود عند البوليس ديال الجامعه، البوليس ديال الحدود ديال بولندا، باسبور مغربي رجع تندخلوا الاوكران. يعني طالبات ما كنهضروش على رجال، كنهضروا على طالبات من خير الطالبات المغربيه في السنه الثالثه في الطب، كتلقى طالبه في سنه التخرج بنت، وكنقول لك شي انا عندهم درجه الحراره 20 كاين ناقص ناقص والله الا كيبكيو زعما راه داكشي كيقطع القلب. كيقول لك راه ما قلت لهم صبروا هذه واحد اللحظه، قال لك شوفنا الكار ما كيدخلوش بلا كار، دخلنا نشوفوا الكار ما كاينش، ولقيت واحد الشركه الكيران الثمن البي اللي كان عامل واحد نقول لك واحد 300 درهم ولا عامل واحد 8000 درهم في الكار. ولكن ما كيقبلوش المغاربه، يعني باش نقول لك هادشي في السيت وداكشي ما كيقبلوش المغاربه. كنهضر على الحدود بولندا، الدراري اللي كانوا في اوديسا قرابين الحدود رومانيا توفقهم الله، كاين شي طلبه صحابي كانوا كيقراو معايا وهادي وصلوا للحدود رومانيا وخا بقاو شويه مدقدقين وهادي دخلوا طبعوا لهم فيزا 15 يوم باش من هاي غادروا مورا داكشي. كاينه بلاغات كاينه يعني من الخارجيه، ولكن ما كاينش شي تنظيم ديال القوافل ديال الطلبه المغاربه، يعني كاين خص التنظيم. واش كنقول لك انا السيد ماجي من الداخله ولا ماجي من تقول لك ماجي من دنيبرو حتى بولندا، هذاك التخاجي راه هو ريسكي، داك التخاجي اللي ماجي فيه راه ريسكي. راه كنقول لك راه جتي حبوسه راه دابا محيط اوكرانيا كامله، راه ماشي الدبابه ترى الصواريخ داكشي كيطيح من السما، كتشوف 60 هليكوبتر داخله من الجهه ديال خاركوف، الدبابه داخلين من الجهه ديال القرب داخلين راه وصلوا لخيرسون. البارح كانوا محتلين خيرسون، علقوا الفلاك ديالهم، علقوا روسيا الفلاك في خيرسون. اليوم في الصباح زولوا الاوكرانيين الفلاك ديالهم، يعني ما تفهموا يعني دابا حنا طلبه عايشين كنا المغرب حتى كتعرفوا امين الحمد لله بفضل الجهود اللي كيقوم بها صاحب الجلاله الملك الله يحفظه ونسو محمد السادس. واحد النسبه كبيره من الشعب المغربي راه دابا ما كاين لا امل لا والو، عايشين في منطقه الخطر. كملوا على ديك الطالبات كيتواصلوا معايا في 11 الليل ما خلاهمش يدخلوا، باتوا في البرد، البرد كفاس متشاشر البرد والخوف، وعاد الاوكرانيين كيشوفوهم مع كاين اللي لابسين لي فولار كيبقاو يدفعوا فيهم كيقول لهم سيروا بحالكم علاش ما جينا هنا، ولا ملي كيقربوا الحدود كيبقاو غوتوا عليهم، يعني هما مولفينش بهاد هادي. دابا تواصلوا معايا اليوم في الصباح والله باقي ما دخلوا، تقول لي انا باغي نعس باغي نعس نلقى شي بلاصه نعس فيها ونشرب الماء، يعني كيقول لك انا ما واش نوصل ما نوصل شي. حتى الدراري تما دابا انا كنقول لك هادو الاوائل اللي وصلوا، اما هاد الحاله راه توقع على ماشي 100 ماشي 200 ماشي راه ولفات ماشي جند المغاربه. يعني كنهضر على الحدود ديال بولندا باش كنزيد ناكد عليها، الحدود رومانيا قال لك البارح بداو كيدخلوا، اليوم وصلني انا خرج قرار راه بداو يعني كيوقفوا يعني تيدخلوا الاوكرانيين. كاين الدراري اللي دخلوا مالدوفا باش نعلموا ان عارفوا مالدوفا، مالدوفا واحد المدينه اللي هي دوله في عالم مدينه صغيره جات قدام اوكرانيا وفيها قدامها واحد المدينه تحت الاحتلال الروسي، يعني مدينه بحال كنقول لك جمهوريه ديال روسيا.
والناس دخلوا تمايا، ولكن حتى هما دابا موقفين الطيران في ديك الدوله هذيك، يعني ما يمكنش يغادر منها الا واذا مشى عمل واحد الفيزا ديال 3 شهور، ومو هذيك الفيزا ديال 3 شهور دخل رومانيا اذا حلفوا الحظ. وكاين اللي ندموا حيتاش ما خرجوش، كاين اللي رجعوا ندموا، وكاين اللي ما كانش عنده الامكانيات باش يخرج اصلا. باش نهضر لك على البي، انا كنقول لك انا في ديك اللحظه البدايه شحال كان عامل، انا وصل باش نوصل المغرب باش هذيك لين وصل 6000 درهم بعد البلاغ الاول، راه وصل البي 1,300,000 و600,000 وبصرت القاه صرت القلبي. كانوا رحلات، هذيك رحلات استثنائيه، ولكن كان الناس كانوا في تركيا، كاين الناس اللي ما حلفهمش الحظ جاتهم السبت والحد، ما يمكنش كيفاش غير هنا السبت والحد ما كيخدم حد. كاين الناس اللي ما عندهمش، كاين يعني كان خص تكون شي تدخل يكون يعني فعال، ماشي رحله تجاريه. هذا امر جيد، احنا ما كنذكروش فيه، ولكن كيقول لك رحله تجاريه، والطالب كيفاش يعرف ان تبدا الحرب باش يوجد الفلوس لديك الرحله التجاريه؟ الاهل ديالو انا كتعرف الازمه بعد كورونا راه الازمه يعني ديال كورونا والجائحه كورونا، كلشي ما كاينش الفلوس. يعني ماشي كيقول لك تينا طالب في اوكرانيا، علاش طلعت تقرا في اوكرانيا؟ احنا طلعنا قبل ما تبدا كورونا، دابا واحد الازمه قاهره، ماشي كذب عليك كذاب. انا شويه متبع القضيه من الناحيه العلميه، ما نقول لكش عارف يا يعني نكون كنكذب عليك، ولكن انا شفت الاعلام الروسي، كان حتى انا كنتفرج في قنوات روسيه، كان حتى كنهضر بالروسيه في اوديسا، كنهضروا بالروسيه الاوكرانيه، عاد زادوا هذه واحد العام باش نقراو بها، وانا دابا كنقرا بالانجليزيه. كندخل الاعلام الروسيه كنشوفهم يعني نفس البلاصه كيصوروها، علما ان عندهم حسب الاستخبارات الاوكرانيه كان عندهم 87 كتيبه، يعني ما يعادل 146,800 جندي. سحبوا كتيبه وحده، راه هذه قلت سحبوا كتيبه وحده وصوروها بزاف على اعلاميا، شحال بقاو 86 كتيبه، يعني ديك ان ديك رجعوا كتيبه ما كيعنيش ان ما كاينش الحرب، ما كنهضروا على رجعوا كتيبه من اصل 87، راه رجعوا واقيلا باش يدخلوهم شي بلاصه اخرى ولا التمويه. الدب الروسي في هذه القضيه هذه خدم على القضيه الاعلاميه ومواه الناس، وتا واحد ما توقع انه كان يبدا الضرب. الضرب دابا في كيف العاصمه، وفي اوديسا وفي خاركوف دنيبرو سومي المدينه اللي كانوا فيها الطلبه، خاركوف بعدا الناس كيتخبعوا تحت الارض. القضيه يعني لا يتلا. قل لي واش نعستي دابا؟ انا اليوم ما النعاس ما جانيش. كنت كنهضر معاهم البارح في 4 الصباح، كيقولوا لي راه ما خلاوناش ندخلوا. انا كنحاول نقلب القلم كيفاش يدخلوا، راه نشوف شي بي شي طوبيس شي حاجه يدخلوا بها، والو كيعاودوا صوني عافاك محمد سعد. دابا حتىش انا شويه كنفهم الروسيه، كنبغي نتواصل، حيت انا كنقول لك انا هنايا ولكن تمايا حاليا تمايا. هاد الصباح هذا كيتواصلوا معايا يقول لك باقي ما دخلناش، باقي ما هادي شي. والله الا جاتني البكيه في الصباح. القضيه كاين الدراري اللي عاد هوادين، انا كنهضر على هوادين رومانيا، ما عارفش شنو دابا عملوا معاهم، ولكن الدراري اللي في بولندا راه بحال نقول لك متشردين. دابا كاين اللي مخلي حوايجو، مخلي كلشي ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله. اوضاع جد 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 كارثيه. الرساله اللي كنوجه لوزاره الخارجيه يكون شي تدخل فعال، راه الطلبه ما يقدروش يوصلوا اصلا للحدود، يعني المنطقه جد خطيره. يعني التوغل ديال الجيش الروسي في اوكرانيا راه بزاف المناطق، باش يوصل الطالب للحدود راه يقدر يموت في الطريق. رسالة كنوجه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الله ينصرو ويحفظو، يشوف بهاد الطلبة، يشوف بخوتنا بخواتاتنا اللي كيقراو طلعوا باش يعملوا التحصيل العلمي ديالهم، انهم يلقاو لهم حل فعال باش يدخلوا للتراب الوطني سالمين امنين غنيمين ان شاء الله، ويخدموا هاد البلاد. وما كاينين، شوف انا واخا نبغي نهضر الكلمه تعجز على يعني التعبير يعني، والله ينصر سيدنا، وان شاء الله نشوفوا الطلبه كاملين وصلوا للمغرب، يعني ان شاء الله ندعو معاهم يوصلوا، وراه الوضعيه كارثيه. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.